مساء الخير. مش من عادتي عادة أتكلم في الحفلات، إنما الحقيقة الفترة اللي جاية دي فيها أحداث فنية كويسة جدا هتبقى موجودة عندنا، فكان لازم أشارككم معانا. يوم 5 الحفلة الجاية بتاعتنا إن شاء الله يوم 5 نوفمبر في كاتب الأوركسترا مع المهندس سبحان سعد باشا، هيعملوا برنامج جميل جدا. ويوم 6 نوفمبر ده حدث كبير جدا، حدث عالمي، لانه عندنا المايسترو الكبير جدا وعازف الدبانجا العظيم بيتر كريمر جاي عند حفله 6 نوفمبر هنا في مكتبه اسكندريه، وده حاجه يعني شرف كبير، لانه هو بيتر كريمر كده في الموسيقى الكلاسيكيه شبه انتوني هوبكنز في السينما، شبه يعني دانيال بارنبوين في القياده، ده اسم يعني مش عارف كمان عنده اسم اكبر من كده، بس هو بقى جدا هيجي معاه الاوركسترا بتاعه بريماراتا بالتكا، ده فكره حجره على اعلى مستوى اتمنى ان احنا نشوفه. وبعدين يوم 7 نوفمبر ان شاء الله المحاضره الثالثه من محاضرات التذوق الموسيقي اللي احنا ابتديناها من الشهر اللي فات، والحقيقه سعداء جدا في اهتمام قوي بحضور المحاضرات دي، ونتمنى ان نهتم بيها الموضوع. احب اقول حاجه صغيره بس عن اول مقطوعه هنلعبها، وهي يعني معناها بالعربي افتتاحيه بعد ظهر الجني الغابه. هو اتكتبت في اوائل القرن العشرين، وفي مؤرخين كتير بيقولوا بيحتسبوها ان هي بدايه الموسيقى المعاصره، وان هي علامه فرق في الموسيقى اللي كتبها كلود ديبوسي، وده مؤلف فرنساوي من المؤلفين القليلين جدا اللي كانوا بيكتبوا موسيقى طبقا للمدرسه الانطباعيه، على قد ما كان في ناس كتير جدا في الفنون التشكيليه بترسم تبع المدرسه دي، انما كان في موسيقيين قليلين جدا بيكتبوا موسيقى انطباعيه او تاثيريه، فده يعني هي مثال مهم جدا ونادر جدا للموسيقى التاثيريه او الانطباعيه، واتمنى ان انتم تستمتعوا بيها. Thank you.
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 Thank you.